يا عبد الله ناظر ابن أبي دؤد. يا أمير المؤمنين، إنه ليس أهلا أن يناظرني ولا أن أناظره. ليس أهلا؟ هون عليك يا مولاي، هون عليك. عند المناظرة يظهر الحق. إن شئت يا أمير المؤمنين ناظرت. ما دعوناك إلا لذلك؟ احفظ علي وعليه يا مولاي. قل لي أيها القاضي، ما قولك في القرآن؟ القرآن مخلوق. أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، حين بعث نبيا هل ستر شيئا مما أمر به؟ لا. هل ستر مقالتك هذه أم دعا الناس إليها؟ هذه واحدة يا أمير المؤمنين. هذه واحدة. ثم أخبرني عن الله سبحانه وتعالى حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هل كان سبحانه وتعالى هو الصادق في إكمال دينه؟ أم أنك أنت الصادق بنقصانه حتى تقال مقالته؟ هذه ثانية يا مولاي. نعم. ثم أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ علمها. هل دعا الناس إليها؟ ثلاث. نعم. قلت لك يا أمير المؤمنين ليس أهلا لمناظرتي. اجعلني في حل يا شيخ. والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيها الحرس، فكوا قيدها.